بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. إنجيل النهاردة من إنجيل معلمنا متى البشير إصحاح 23، وكلمنا عن الويلات، وبداية الويلات: الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. ربنا عايز يقول لنا أن خطية الرياء خطية كبيرة قوي. إنما لو سألنا ربنا: ليه يا رب بتتكلم بالشكل الحاد ده؟ عمرك يا رب أنت بسيط ومحب ومحب البشر، ليه تتكلم النهاردة بتقول الويل؟ طول عمرك بتكلمنا بمحبة يقول أبدا أنتوا اللي مش فاهمين الموضوع صح. أنا النهاردة بتكلم بمحبة أكتر، لأن أنا حزين على الشجرة اللي مش بتطلع ثمر. في بداية بشارة المسيح نقرأ في متى 5 التطويبات كلها. في بداية بشارة المسيح في متى 5 بداية عمل المسيح على الأرض بيقول: لما رأى الجموع صعد للجبل وابتدى يخاطبهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. وتكلم عن التطويبات كلها. في نهاية عمر المسيح على الأرض تقريبا، يعني بعد 3 سنين وشوية، المسيح بكلم النهاردة الفريسيين بيقول لهم: الويل لكم. يعني من بداية الرسالة، من بداية التبشير، من بداية عمل الله على الأرض، من بعد الولادة وبداية خدمته، ابتدى يكلمنا المسيح المتواضع يطوبنا ويطوب كل واحد بيعمل خير. وفي النهاية لما شاف الكتبة والفريسيون مش بيعملوا حاجة قال لهم: الويل ليكم. وكأن المسيح بيقول: 3 سنين أطلب ثمرا ولم أجد. شاف الورق بس، شاف ناس بتقدم العشور، شاف ناس بس بتعمل الحاجة الشكلية بس، إنما ما شافش قلب، شاف القلب كله رياء. عشان كده النهاردة بيقول لهم: الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. بدل ما كانوا يتعلموا من التطويبات وبداية الخدمة، المسيح نبههم قبل نهاية الدنيا، قبل ما كل واحد يروح لحاله، قبل ما خراب الهيكل يتم، وقبل كل ده، قبل ما المسيح يبكي على أورشليم وقال لها: لا يترك حجر على حجر هنا إلا وينقض، يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين، كم مرة أردت ولم تريدوا. صدقوني أنا بعتبر الكلام ده مش متوجه للكتبة والفريسيين. إذا كان هم فعلا الكلام كان ليهم، إنما الكلام موجه لينا أيضا، لأن أحيانا نشعر وإحنا داخل الكنيسة إن إحنا وصلنا لدرجة القدسية، والحقيقة داخل في حاجة مش مظبوط عايزة إصلاح. في الداخل أنا ممكن أظهر قدام الناس بشكل لائق، إنما ربنا بيقول لك: اللي جواك غير اللي برا. تنبه إن أنا النهاردة بقول للكتبة والفريسيون: يا مراؤون، حاسب تبقى الصفة دي منطبقة على حد هو مش حاسس. عشان كده ربنا بنبهنا النهاردة، والكلام جميل الحقيقة. إذا كان في بدايات سنة ناخد بالنا من زرعتنا، زي ما قلت في عظة قبل كده، أبتدي السنة القبطية إزاي وأنا مش تايب وأنا مش بحب وأنا ما عنديش معرفة، وأنا لإخواتي داخل قلبي بعض يعني شايل أو عدم محبة أو كده، فالنهاردة إزاي أبتدي السنة؟ ربنا بيقول لك: طهر الأول القلب. تقول له: يا رب إحنا ما تعودناش نشوفك حاد شوية كده. يقول لك: يا حبيبي أنت بتفهم الأمر مش مظبوط. لو ربنا اللي أنت تعرفه رحيم بس وعطوف بس وفي كل الصفات الحلوة بس، كنت هتبص لربنا ده وتقول: ما الدنيا حلوة، ما ربنا طويل باله طويل أنا، والدنيا هي ماشية
وربنا مش بعملنا بمعاملتنا، ربنا حاسس بضعفاتنا وهذه ما هي ماشية الدنيا. وزي ما قال الكتاب إنما لطف الله وإمهاله إنما يقتادك إلى توبة. أحيانا نحس إن لطف الله وإمهاله أحيانا سامحوني بيخلينا متسيبين. عشان كده ربنا قال لك في وش تاني، إذا كان ربنا هو العطوف الرحيم برضو ربنا هو العادل صاحب الحق له الحكم. لما تبص ربنا أنه عطوف ورحيم ومحب، أيوة هو ربنا كده بالفعل. إذا بصيت لربنا كده يبقى أنت مش هتاخد موقف مع نفسك، إنما لو بصيت لربنا أنه بجانب أنه عطوف، بجانب أنه رحيم علينا، بجانب أنه مليان محبة لينا، برضه هو ديان عادل. هيجي وقت يزمجر الخروف، هيجي الوقت ده، اعمل حساب الوقت ده، يقول لك هيجمع مختاري من الأربع الرياح، وقول للي مستحق نعيم من ادخل إلى فرح سيدك، وقول للي مش مستحق ابعد عني لا أعرفك. هيجي وقت تقفل الباب زي ما قال في متى 25. في متى 25 اتكلم عن العذارة وقال الكل عذارة، إنما اتكلم عن خمس جاهلات وخمس أيضا حكيمات. يعني الدنيا كلها عذارة، بس في الحكيم واللي واعي، في الحكيم واللي واعي، اللي شايف ربنا، اللي شايف ربنا المحب العادل، شايف ربنا الحنون اللي معطي كل واحد حقه، شايف ربنا اللي بيعطف علينا ويريد أن الجميع يخلصون، وشايف ربنا اللي مد الفرصة للكل. بعد ما يد الفرصة ويد الوزنة يقول له تعالى حبيبي نتحاسب، الوزنة اللي انت خدتها عملت فيها ايه؟ اللي شايف صح، شايف ربنا في الحاجتين، شايف ربنا في الحالتين، عشان كده متنبه وعينه وسط راسه، شايف ربنا المحب وربنا اللي انا هقف قدامه يوم من الايام، يقف بس عشان ياخد حقه، ياخد عدل السماء، يقف بس يقول لي انا فديتك بدمي، عملت ايه بالدم ده؟ واقف بس عشان في الوقت ده اغلق الباب، وبعد ما يغلق الباب مفيش تاني شرى زيت، واقف بس حاسبك كم زيت كونته، والزيت اللي عندك حوشته، او الزيت اللي انت فرطت فيه ونقطته من المصباح بتاعك وقع على الارض. ياما بنضيع فرص، ياما بنضيع فرص. عشان كده بص لربنا في الحالتين، عشان تبص ان ربنا حنين عليك، ربنا بيحبك، ربنا بيريد خلاصك. ربنا اللي بيطبطب عليك ده في يوم من الايام هيبقى ربنا هو اللي واقف، انت واقف قدامه عشان تدفع تمن أخطائك، أو عشان تتحاسب بحق السماء، أخطأت أم لم تخطئ. عشان كده النهاردة ببين ربنا للكتبة ولينا إن أنا كنت في متى 5 بقول لكم عايز ثمر، عايز قلب مريح، عايز قلب مليان نعمة، والنهاردة بقول لكم عملتوا إيه عشان الأيام قربت. الأيام بتجري واحنا مش دارين، سنة ورا سنة وعمر ورا عمر والدنيا بتخلص، وشهر ورا شهر واحنا مش دارين، ويتفاجئ الإنسان اللي سنه كان كذا بقى سنه كذا، يا العمر اتسرق مني، العمر اتسرق مني. عايزين نبص للأبدية، عايزين نبص لأبديتنا ونراجع أنفسنا، هل النهاردة فعلا بعد ما المسيح نبهنا في متى 5 عن المساكين بالروح والمسكنة بالروح، النهاردة أنا عندي المسكنة دي ولا عندي كبرياء داخلي، ولا عندي مراءة إن أنا بتراءى للناس إن أنا كويس وداخل عظام نتنا؟ ربنا يدينا ويرحمنا، ربنا يدينا ويرحمنا إن احنا نبص لذواتنا ونبص وندور فعلا في داخل قلوبنا، لأن هناك ثعالب صغيرة مفسدة للكروم مش بناخد بالنا منها، بتعدي واحنا مش واخدين بالنا. ربنا يرحمنا، يعطينا دايما نبص لأبديتنا، يعطينا دايما نبص لله الرحوم العادل، لله المجد من الآن وإلى الأبد.